عودة لعشرة الصبح في الأهلي. أهلا بيكم في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. والحقيقة في الفقرة دي احنا عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه عن دوري أبطال أوروبا، لأن الدوري والع بالمعنى الحرفي في هذه النسخة، والحقيقة كل لقاءاته كلها يتقال عليها لقاءات نارية. النهاردة ختام مباريات الذهاب لدور الستاشر، وهنتكلم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا العزيز اللي منورنا الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على الساده مشاهدين قناه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك استاذ محمد، وانا عايزه اروح معاك لبعض النقاط، بس هبدا سريعا بماتش امبارح لان ده كان اخر خبر معانا. طبعا ريال مدريد وليفربول، هل كان متوقع اصلا، يعني كانت متوقعه هذه النتيجه من البدايه؟ طبعا بفرق المستويات الموجوده هذا الموسم لريال مدريد وليفربول، وبرده قصه او قضيه التدني في المستوى الخاص بليفربول. انا ما اعتقدش، وحضرتك تتفق معايا، الازمه عند محمد صلاح ابدا، فلو الازمه تعرف سببها برده يعني تقول لنا. في البدايه طبعا بدايه المباراه كانت يعني مفاجاه، ليفربول في اول ربع ساعه جايب هدفين تالق فعلا. كلوب حتى علق على الموضوع، قال بالنسبه لنا كان بدايه كانت مفاجاه بالنسبه لنا، يعني تغير مفاجئ كبير جدا، يعني ما بين تكون كسبان عاديه اللي حصل يعني طبعا. تكون كسبان 2-0 انك يدخل فيك هدفين بطريقه ساذجه جدا، الدفاع كان في حاله سيئه جدا، الفريق احواله اتغيرت في فتره بسيطه، وانهيار كبير جدا في الفرقه. اسبابها مش من المباراه بس، يعني مش مباراه ريال بس، هنقول بدايه السيزون. انهيار ليه بقى؟ يعني في رايك الانهيار ده حصل ليه؟ في البدايه يعني لو هنرجع من ورا شويه من قبل بدايه السيزون، كان السنه اللي فاتت ليفربول يعتبر اكتر فريق في العالم لعب مباريات، يعني لعب لاخر جوله في الدوري الانجليزي، المنافسه كان مع مانشستر سيتي لاخر جوله، لعب نهائي دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد، ولعب نهائيين الكاس سواء كاس انجلترا او كاس الكاراباو. ليفربول السنه اللي فاتت كان بيراهن على 4 بطولات، قدر ان هو ياخد منهم بطولتين، صحيح مش بطولتين الكبار، ولكن نهاية كانت بطولتين. السنه دي دخل فتره الاعداد، كانت مفيش فتره يعني كبيره ان اللعيبه تستريح بعد موسم مرهق بالنسبه لهم. في نفس الوقت يعني دخلت مباراه مانشستر سيتي في كاس الدرع الخيريه، وكان هدفك انك عاوز تكسب المباراه بتكسب بطوله. على عكس مثال بسيط، مانشستر سيتي دخلوا موسم متاخر بعض الشيء، كان تفكير جوارديولا معنى صح مش هبص على مباراه، انا ببص على موسم كله، فكان في فرق كبير ما بين جوارديولا وما بين كلوب. بخلاف كده طبعا، ودي نقطه كانت كارثيه، نقطه الصفقات، ودي يعني واضحه جدا ان كان كتير جدا جدا من جمهور ليفربول بينتقدوا الاداره، مفيش تدعيم قوي للفريق، خلاف سواء داروين نونيز في الهجوم، وده كان تعويض بعض الشيء اللي صار. وما كانش في الاول خالص فيه كيمستري حتى بينه وبين صلاح، يعني مؤخرا ابتدى شويه يبقى فيه الكيمستري في الملعب. يعني هو كمان صرح ان هو كان يعني لسه اصلا اللغه مش، ما بيعرفش يتكلم انجليزي تمام، يعتبر المترجم ليه كان تياجو الكانترا بحكم ان هو بيتكلم اسباني، فاللغه اصلا تواصله يعني كان حتى عائق طبعا. ليه تصريح ظريف قال انا ما بفهمش الكلام اللي بيقوله يورجن كلوب، فيعني واضح والراجل ده عايز ايه؟ قولوا وانا اعمل. يعني كان واضح ان في يعني ايه فجوه كبيره جدا من الناحيه دي. فطبعا كذا كذا نقطه يعني سواء ذكرتها من ناحيه الاعداد او من ناحيه الصفقات، بخلاف بقى ان الفريق نفسه العناصر الاساسيه في الفرقه مش في حالتها، سواء من بدايه الدفاع للهجوم، فدي كانت كلها يحسب عليها مين دي؟ يعني نقطة حضرتك ذكرتها ده دلوقتي، يحسب عليها الفريق نفسه، ولا يحسب عليها المدير الفني، ولا تحسب عليها الإدارة اللي شوية دلوقتي فيها تذبذب بالكلام اللي احنا سمعناه مؤخرا ان هو هيتم بيع النادي وغيره، يعني فين اللوم الأكبر؟ البداية هاخد بس نقطة أخيرة حضرتك ذكرتيها، نقطة بيع النادي. الإدارة صرحت تصريح رسمي من المالك أول امبارح قال مفيش بيع، و ده أول امبارح؟ أول امبارح قال مفيش بيع، النادي تفكيرهم فقط لا غير، ممكن يبيعوا بعض الأسهم علشان استثمارات للفترة اللي جاية من ناحية لكن مش هيبقى في بيع كلي، مفيش بيع كلي كوي. وده يعني كان بالنسبة لجمهور ليفربول كانت صدمة، رغم الحملات الكبيرة جدا اللي عملتها للجماهير في الفترة الأخيرة علشان تضغط على الإدارة أو الملاك يبيعوا النادي، لكن الإدارة أو الملاك قالوا مفيش بيع. طب هو ليه معلش دي مش واصلة لي، ليه عايزينهم يبيعوا النادي؟ شايفين مفيش صفقات، ابسط شيء
تشيلسي في قمه تشيلسي رغم النتائج الكارثيه، لكن شفنا الملاك الجدد عملوا صفقات ضخمه وكبيره جدا. نشوف مانشستر سيتي، حتى مانشستر يونايتد يعني ابتدى النادي يرجع بعض الشيء بالرغم من ان هجوم برضو على الملاك الحاليين، وفي كلام طبعا ان النادي هيتباع. ارسنال يعني يعتبر ان ليفربول دلوقتي كان السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت كان يعتبر المنافسه مع مانشستر سيتي، اصبح ان في اكتر من نادي بيدعم والتفكير اختلف دلوقتي من ناحيه الصرف. في الدوري الانجليزي يعني هاخدك مؤقتا بس من دوري الابطال للدوري الانجليزي وارجعك تاني دوري الابطال. ليه في الدوري الانجليزي من ضمن الحاجات اللي هي ملفته قوي للنظر ان في اسماء كانت طول عمرها رنانه من اسماء الفرق الانجليزيه دلوقتي بقت في قاع الترتيب، حاجات بقى من عينه ساوثهامبتون، من عينه ايفرتون، من عينه ليدز يونايتد، يعني اسماء برضو كانت طول عمرها ليها تاريخها وليها وزنها واكيد مكانها الطبيعي مش في ديل القائمه. ايه اللي حصل فنتج عنه اللي انا بحكي لك عليه ده؟ بنشوف دلوقتي ان يعتبر ان الدوري الانجليزي يعني اكتر دوريات العالم من ناحيه الاستثمارات ومن ناحيه ضخ الاموال سواء على اللعيبه او على الاجهزه الفنيه. المقارنه مثلا احنا بنشوف مثلا دوري اسباني او ايطالي او احنا بنشوف ان دلوقتي يعني البريق كله او الانظار كلها بتتجه على الدوري الانجليزي. وعندي مثال بسيط جدا، الاسبوع اللي فات كان مباراه مانشستر سيتي مع ارسنال، وكان وقتها في يوم في نفس اليوم في نفس التوقيت دوري ابطال اوروبا، التفكير كله كان على ماتش ارسنال مع مانشستر سيتي ونشوف مين اللي هياخد الصداره وفي صراع الصداره. التفكير دلوقتي اتغير في الدوري الانجليزي، حتى بنشوف دلوقتي الاستثمارات ورجال الاعمال، بنشوف دلوقتي ان التفكير دلوقتي حتى الدول العربيه ورجال الاعمال كله دلوقتي بيتجه على الدوري الانجليزي، ضخ اموال بطريقه رهيبه، ونشوف عائدات ضخمه بتحصل عليها الانديه من ناحيه سواء البث التلفزيوني من سواء الاعلانات. بنشوف ابسط مثال حاجه بسيطه، بنشوف الفريق مثلا بيهبط للدرجه للتشامبيونشيب بياخد عائدات وبث تلفزيوني اكبر من انديه الدوري الاسباني او الدوري الايطالي. فاكيد ان بنشوف ان الدوري الانجليزي دلوقتي يعني في فرق يعني مش زي زمان او تمتلك التاريخ، ولكن دلوقتي ما بتمتلكش بطولات زي ما نشوف مثلا مانشستر سيتي او حتى نشوف تشيلسي او ليفربول او فيعني دلوقتي التفكير كله في تفكير لغه المال هي اللي بيحكم كل شيء في بين الانديه. صحيح، دي النقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها ان يعني راس المال الرياضي ربما يبقى يعني بيفيد او ربما العكس بيبقى بيسيء المنظومه ككل. ده بتكلم في العالم كله بشكل كبير جدا، بعض الانديه بتنجح فيها التجربه دي وسبحان الله بعض الانديه بتبقى كارثيه عليهم. صحيح. وده اللي غريب، يعني ما فيش حاجه تقدر او مرجعيه تقدر ترجع فيها، غريبه جدا. طيب بتشوف مين دلوقتي يعني لو هنروح بقى للدوري تاني، معلش الدوري الانجليزي، لان انا شايفه ارسنال متفوق جدا بس ما كانش ده المتوقع من بدايه الموسم، يعني ما كانش حد يقول لك ارسنال، ممكن مان سيتي، مان يونايتد ابتدى شويه برضو الاحوال عنده تظبط، لكن ارسنال هل فاجئك هذا الموسم سو فار؟ وهل كده ضمن خلاص الصداره لبقيه الموسم ولا بتشوف ازاي؟ الدوري الانجليزي ما فيش حاجه فيها متوقعه. كنا شايفين ان ارسنال في الجولات اللي فاتت يعتبر كان متسيد ومتربع على القمه، فجاه مانشستر سيتي رجع تاني. مانشستر سيتي لو هنتكلم عنده لغه ان هو يعرف يرجع تاني ويعرف يدخل المنافسه، وده احنا شفناها في السنين الاخيره مع ليفربول. ليفربول كان قاب قوسين او ادنى ان هو ممكن ياخد 3 ألقاب بريمير ليج، فجاه يعني الكفه اتحولت لمانشستر سيتي في اخر جوله، وممكن في اخر يعني لحظات كانت ممكن ترجع لليفربول. فمانشستر سيتي عنده الثقافه وعنده يعني القدره ان هو يرجع تاني. ارسنال ما اقدرش اقول ان هو ممكن يعني ما كانش يعني متوقع ان هو يدخل المنافسه بالزبط. ممكن، ولكن كان يعتبر زي ما بيقولوا بيمهدوا ان هم عاوزين يعملوا فريق يرجع تاني ان هو يدخل المنافسه. واحنا شفنا الكلام ده مع ارتيتا انه ماسك الفرقه من 2019 لغايه النهارده، بالرغم ان بدايته وبالرغم من السنين والمواسم الاخيره والسنوات الاخيره ما كانش الفريق بيصعد دوري ابطال اوروبا، وده كان حاجه اساسيه عندهم، لكن كانت الاداره بتدعمه، وده شفناه اكتر مع ميركاتو الصيف وميركاتو حتى في الانتقالات الشتويه. يعني بنشوف ان هم جابوا له معظم الطلبات اللي هو طلبها، سواء كان في الهجوم جابرييل خيسوس مثلا، ودي كانت صفقه كبيره جدا بالنسبه لارسنال ان هم يجيبوه من نادي منافس زي مانشستر سيتي، لكن ده كانت اشاره للجميع او الجمهور
نفسه ان هو ان احنا بندعم المدرب بتاعنا، وده كانت كمان اعطت ثقه لارتيتا ان هو يعني معنى صح طلباته مجابه رغم النتائج الاخيره. فارسنال يعني بيقدم كره مميزه، اه ممكن الجولات الاخيره كانت بالنسبه له ما كانتش يعني امثل يعني صحيح، لكن شفنا في ماتش استون فيلا في يعني في فتره بسيطه يعني وفي مده بسيطه رجع تاني كسب 4-2 مع ونوتنغهام فورست، قدم هديه لارسنال بتعادله مع مانشستر سيتي. لسه في مباراه مؤجله برضه، نوتنغهام فورست برضه من الفرق اللي هي في النص التحتاني تمتلك شعبيه كبيره، لكن نوتنغهام مش منطقي قوي. نوتنغهام ابرم صفقات حوالي اكتر من 20 لاعب ما بين صفقات انتقالات الصيف وانتقالات يناير، لسه اول سيزون ليهم، فبي زي ما بيقولوا كده بيعملوا فريق من اول وجديد. اللي هم يحاولوا ان هم يعني زي ما بيقولوا يعني اضمن بس البقاء الموسم ده جاي. اضمن البقاء الموسم ده وابتدي اشوف السنين اللي جايه هيكون تفكير النادي هيبان السنين اللي جايه ازاي. حلو جدا. طيب نروح للدوري الايطالي، ولا هتكلم على الدوري الايطالي. نابولي عامل شغل محترم جدا متصدر، هل ده ممكن ينعكس بقى على دوري الابطال؟ بالعكس، احنا شفنا امبارح في ماتش يعني كان المتوقع ان هو ينعكس. شفنا بيقدم كره مميزه جدا ومن اقوى الفرق من وجهه نظري الهجوميه، رغم ان يعتبر ان نابولي يعني ما كانش حد يتوقع ان نابولي يقدمه بالشكل ده. بنشوف الدوري الايطالي يعني سواء كان ميلان واخد بطوله الدوري او حتى انتر او حتى يوفنتوس، لكن بالرغم من كده سباليتي قدم سيزون رائع جدا مع نابولي، ورغم ان كانوا بيقولوا ان سباليتي يعني عقدته الدور الثاني وان معظم الانديه اللي كان مدربها بتبتدي تقع كيرفها في الدور الثاني، لكن شفنا عكس ده خالص. بالعكس في اوروبا مرشح ان هو يوصل لادوار متقدمه عن كده، وفي الدوري شبه بنسبه كبيره جدا جدا خلاص يعتبر اول فرقه من الدوريات الخمسه حسمها مع برشلونه طبعا. طبعا. اللي عايز اقوله ان مفيش حاجه متوقعه، يعني لا الدوري الايطالي الفرنسي ما قلنا بي اس جي بينافس نفسه بينافس نفسه، بس الانجليزي الايطالي الاسباني برضو تحس ان لا الموسم ده شويه مختلف، يعني مع الصفقات اللي حصلت مع التغييرات مع ترحيل اللعيبه في حاجه غير مستقره او شكل غير مستقر عكس مثلا الموسم اللي فات، لو تتفق معايا. في بعض طبعا في بعض الدوريات يعتبر يعني ابطالها مع يعني معروفين، يعني الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بنشوف في موناكو في مارسيليا في لانس كذا نادي، بس النتيجه معروفه، لكن باريس سان جيرمان يعتبر الضامن الدوري الفرنسي. الدوري الانجليزي كانت بالنسبه لنا زي ما ذكرنا من شويه ارسنال مع وجود طبعا منافسه مانشستر سيتي، وفي نفس الوقت يعني شفنا ان تشيلسي منهار الموسم ده، ليفربول كذلك، رجوع مانشستر يونايتد للمنافسه تاني، وما نقدرش ان نستبعد مانشستر يونايتد مع مدربه إريك تن هاج قدم سنه يعني لسه اولى ليه في الدوري الانجليزي، وقدم سنه انا من رايي يعني مانشستر يونايتد هيكون المواسم اللي جايه هيكون منافس كبير جدا جدا على مانشستر مع مانشستر سيتي. قاعدين قاعدين وهنتفرج يا استاذ، احنا هنروح فين؟ بالنسبه لي انا مش عاوزها الصراحه، يعني مشجع ليفربول. ليفربول مشجع ليفربول مش عاوزها. بشكرك على وجودك النهارده معانا، نورتنا واسعدتنا، وان شاء الله نشوفك مره ثانيه على خير. ربنا يخليك. قراءه كانت سريعه بس استفدنا حي منك استاذ محمد، نورتنا، ولازم تكون معانا قريب ثاني بقى عشان برضه نغطي احداث دوري الابطال. هنروح فاصل ونرجع عشان نكمل مع حضراتكم فقراتنا، خليكم معانا.